اروح لدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دكتور محمود مساء الخيرات، كل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير على حضرتك استاذ عمرو وعلى كل مشاهدي سي بي سي، كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك بخير، يعني الجو فاجئنا بقى النهارده كسكان القاهره الكبرى، الله يكون في عون اخواتنا الموجودين في شمال الدلتا، ولكن في القاهره الكبرى واضح ان هي فاجئتنا جميعا يعني. خليني اقول لحضرتك ما ينفعش نقول متفاجئين وموجود هيئه الارصاد الجويه. احنا بالفعل اصدرنا تنبؤاتنا بالامس وقلنا ان احتمال ان تمتد الامطار اليوم لمناطق من القاهره الكبرى، هي تبدا بالفعل على السواحل الشماليه، السواحل الشماليه الغربيه تحديدا مع بدايه الدخول المنخفض الجوي الموجود في الطبقات العليا للهواء. المنخفض ده معاه طبعا منخفض جوي اخر على سطح البحر بيجذب معه كميات كبيره من الرطوبه وبخار الماء الى داخل الاراضي المصريه. الوضعيه دي بدات بالفعل منذ ساعات الصباح على السواحل الشماليه الغربيه زي مطروح واسكندريه، ادت لتساقط الامطار اللي كانت ما بين المتوسطه للغزيره والرعديه على هذه المناطق. مع دخول ساعات النهار وتقدم ساعات النهار بدا تتقدم هذه الكتل الهوائيه للداخل وناحيه الشرق. صحيح. وصلت الى القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري بامطار كانت متوسطه ورعديه ايضا. وامتدت المناطق خفيفه لمناطق من وامتدت الامطار خفيفه لمناطق من شمال الصعيد. فعلا احنا ملاحظين فعلا دكتور محمود، انا اسف للمقاطعه، ان فعلا يعني الناس اللي ساكنه في شرق القاهره بدا يقولوا ده المطر جالنا، والناس اللي ساكنه في وسط البلد والجيزه قالوا لسه، فبدات انها تترحل شويه بشويه يعني. بالفعل الشده حاليا وقت ما بكلم حضرتك طبقا لصور الاقمار الصناعيه بتوضح ان بدات الحاله تتحرك بالكامل ناحيه الشرق. هنلاقي دلوقتي مناطق شرق القاهرة هي اللي بتتأثر بتساقط الأمطار اللي من متوسطة بتصل في بعض الأحيان لغزيرة على الجانب الشرقي عند مدن القناة وخليج السويس، أيضا السواحل الشمالية الشرقية زي بورسعيد ودمياط وسيناء بدأت بالفعل الأمطار تدخل هناك بغزارة حاليا. الأمطار هناك حاليا أمطار متوسطة لغزيرة أحيانا ورعدية في بعض الأحيان، بينضم إليها أيضا المناطق الموجودة في شرق القاهرة مع تحرك هذا المنخفض الجوي ناحيه الشرق. خلينا يعني المنخفض بيتحرك من الغرب للشرق، ده الطبيعي لاي منخفض جوي بنتاثر بيه خلال فصل الشتاء، لكن في بعض الحالات المنخفضات اثناء سيرها من جهه الغرب الى جهه الشرق طبقا لعوامل اخرى سواء على السطح او في الطبقات العليا ده بيؤدي الى رجوعه مره اخرى. وخلينا نقول ان الحاله دي مش موجوده حاليا، لكن رجوعه مره اخرى في بعض الاحيان بيخليه اعنف. احنا الحمد لله مش متاثرين بهذه المره، بس النهارده البرق شديد حقيقه، يعني البرق النهارده شديد يعني خلال الساعتين اللي فاتوا. البرق شديد ده بسبب ان في فرق كبير بين درجات الحراره على سطح الارض والطبقات العليا للهواء. لو اتكلمنا النهارده عن درجه الحراره على سطح الارض على طب القاهرة. احنا ناقلين اهو على الهواء يمكن لقطات دي، انا اسف مره ثانيه دكتور محمود، يعني كنا ناقلين من جنوب سيناء من شويه، ادي قدام امام حضراتكم يعني دي لقطات على الهواء من جنوب سيناء من راس سدر تحديدا. السماء لا سبحان الله يعني السماء منوره بمعنى الكلمه يعني. بالفعل الحالة كلها تحولت ناحية الشرق حاليا. الأمطار كلها هناك، السحب الرعدية كلها هناك. درجات الحرارة سجلت النهاردة على القاهرة 20 درجة مئوية، فدي تعتبر في مثل هذا التوقيت من العام درجة حرارة دافئة بالظبط، وبالتالي في فرق كبير بيتجاوز ال 40 درجة مئوية بين درجة الحرارة على سطح الأرض ودرجة الحرارة في الطبقات العليا للهواء. تمام. ده بيعمل على التطور السريع للسحب الرعدية اللي بتؤدي لتساقط حبات البرد وإلى حدوث البروخ والرعود اللي بنشوفها في سواء في سماء القاهرة أو المحافظات الثانية. سمعنا او قرينا يعني ان ده قد يستمر لثلاث ايام الموجه دي، هل ده صحيح ولا كده خلاص انتهت بمرورها في اتجاه اقصى الشرق لغايه ما تعدي الحدود المصريه؟ خلينا نقول ان المنخفض ده بيصنف انه منخفض سريع، وبالتالي يعني مروره لا يتجاوز ال 48 ساعه من ساعه دخوله للحدود الشماليه الغربيه للجمهوريه وحتى خروجه من السواحل الشماليه الشرقيه للجمهوريه. ده معناه ان خلال ساعات الليل الفرصه موجوده لامطار هتكون من متوسطه لغزيره ورعديه على السواحل الشماليه بالكامل بدايه من مطروح واسكندريه دمياط بورسعيد شمال سيناء ايضا محافظات شمال الوجه البحري. هتمتد الامطار خفيفه لمناطق من جنوب الوجه البحري والقاهره الكبرى. طبعا الفرصه دي مستمره حتى الغد، ولكن كلما تقدمنا في ساعات الغد هتبدا فرص وكميات الامطار تقل تدريجيا. بحلول نهاية غد الاثنين إن شاء الله هتتلاشى فرص الأمطار على أغلب المناطق الداخلية من الجمهورية، فقط هتنحصر الفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.
فبالتالي الاشاعه اللي بتقول ان الحاله دي مستمره لثلاثه ايام او اكثر دي طبعا هي مجرد اشاعات، تمام. لكن الخرائط بترسم بدايه منخفض جوي اخر بدايه من يوم الاربعاء ولكنه غير متعمق تماما. لسه تاثيره هيكون فقط لسه يوم الاربعاء، ولكن معلومه مهمه حضرتك بتقولها، لان بدات واحنا بنكلم حضرتك ناس كتير بتبعت، انا وصل لي مثلا رساله حد بعت لي يقول لي ده في الجو ده هيستمر لمده 3 ايام امطار رعديه، فقلنا نسال لان بدات فعلا ناس كتير تبعت ده لبعضها يعني. لا دي مجرد اشاعه، بنوضح من خلال برنامج حضرتك ان دي مجرد اشاعه، الامطار مستمره حتى الغد، ولكن غدا ان شاء الله هتكون فرص الامطار اقل على المناطق الداخليه. خلينا نقول ان الذروه على القاهره والمناطق الداخليه كانت هي الساعات القليله الماضيه وربما حتى الان، تمام. لكن كلما تقدمنا في الوقت الفرصه بتقل، هتكون فرص الامطار غدا اقل. في فرصة على القاهرة بكرة إن شاء الله، لكنها أقل من كميات الأمطار اللي سقطت اليوم على كل حال. لكن طبعا بنحذر بقى من الشبورة المائية طبعا اللي هتكون كثيفة بداية من مساء اليوم الاثنين لصباح الثلاثاء إن شاء الله. ربما هتكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في نطاق محافظات القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية. ناخد حذرنا كويس، لأن بسبب الكميات الأمطار اللي سقطت اليوم وغدا إن شاء الله دي هتؤدي الى توافر كميات كبيره من الرطوبه مع البروده الشديده خلال ساعات الليل، ممكن تخلي الشبوره في بعض الاحيان او على بعض الطرق تشتي. نعم، شاكر جدا لحضرتك دكتور محمود القياتي عضو مركز الاعلام لهيئه الارصاد الجويه.